يخفي المجال المغناطيسي للأرض قصة رائعة. اتضح أنه يزداد ضعفاً يوماً بعد يوم. في الواقع لقد كان يفعل ذلك منذ 3000 عام، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد نواجه بعض المشكلات خلال 1000 عام. ما هي الصفقة الكبيرة؟ حسناً، تصور هذا: الشمال المغناطيسي يصبح جنوباً والعكس صحيح. جامح جداً، أليس كذلك؟ عندما يحدث هذا قد يضعف الدرع المغناطيسي الواقي لكوكبنا، مما يسمح لمزيد من الأشعة الكونية بضربنا. يمكن لهذه الجسيمات عالية الطاقة القادمة من الكون أن تسبب أعطالاً إلكترونية في أقمارنا الصناعية وتنتج عناصر قد تكون ضارة لنا. آخر مرة حدث فيها انعكاس قطبي كان منذ 772,000 إلى 774,000 سنة. لحسن الحظ لدى البشرية بعض الأشخاص الأذكياء في هذه القضية الذين يحققون في تاريخ المجال المغناطيسي للأرض. يأخذون عينات من الرواسب من قاع البحر ويدرسون مغناطيس الحفريات لمعرفة متى حدثت هذه الانقلابات في الماضي ومتى يمكن أن تحدث مرة أخرى. تدرس مجموعة أخرى من الباحثين شذوذ جنوب المحيط الأطلسي SAA، وهي منطقة واسعة من المجال المغناطيسي للأرض أضعف بحوالي 3 مرات من المجال المغناطيسي في القطبين. باستخدام بينات من أقمار صناعية متعددة يحاولون معرفة سبب حدوث شذوذ جنوب المحيط الأطلسي وكيف يمكن أن يتغير في المستقبل. وهذا يمكن أن يعطينا لمحة عن كيفية تأثير المجال المغناطيسي الضعيف على أقمارنا الصناعية وكوكبنا. من المؤكد أن جيلنا لن يكون هنا ليشهد هذه التغييرات، لكن ذلك يجعلك تتساءل كيف قد يبدو هذا الكوكب مقلوبا رأسا على عقب. مغناطيسيا هذا هو. أعلن علماء الفلك في ناسا أيضا أنه خلال 4 مليارات سنة ستحصل مجرة درب التبانة على توهج كبير بعد اصطدام كوني من شأنه أن يهز الأمور. أنا لا أتحدث عن حاجز صغير هنا، أنا أتحدث عن اصطدام عملاق مع مجرتنا الجارة المرأة المسلسلة. سيتعين على البشرية أن تتمسك بخوذتها الفضائية لأن الشمس قد تندفع إلى منطقة جديدة من المجرة. ومع ذلك ربما لن يتأثر كوكبنا الأرضي ونظامنا الشمسي بشكل خطير. يبدو من الصعب تصديق ذلك، فكيف ذلك؟ أجرى تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بعض القياسات الدقيقة لحركة المرأة المسلسلة. على الرغم من أن المجرات سوف تصطدم ببعضها البعض، إلا أن النجوم الموجودة داخل كل مجرة تكون متباعدة جدا لدرجة أنها لن تصطدم بالنجوم الأخرى أثناء التصادم. ومع ذلك سيتم طرح النجوم في مدارات مختلفة حول مراكزها المجرية الجديدة. وفقا لعمليات المحاكاة، من المحتمل أن يتم قذف نظامنا الشمسي بعيداً عن قلب المجرة عما هو عليه اليوم. ضع التلسكوبات الخاصة بك جانباً، فلن تحتاج إلى البدء في العد التنازلي للسنوات. من المحتمل أن يكون هذا الحدث مقرراً بعد حوالي 4 مليارات سنة، لذا فإن فرص مشاهدته صفر. زحل يفقد حلقاته، ولحسن الحظ لن نكون هناك لنشهد هذا الحدث الحزين أيضاً. على ما يبدو يتم سحب الحلقات من زحل على شكل أمطار غبارية من جزيئات الجليد، وكل ذلك تحت تأثير المجال المغناطيسي لزحل. وبحسب أبحاث وكالة ناسا فإن المطر الحلقي يستنزف كمية من المنتجات المائية يمكن أن تملأ حوض سباحة أولمبي من حلقات زحل كل نصف ساعة. ومن المحتمل أن يختفي النظام الحلقي بأكمله خلال 300 مليون سنة. يعتقد العلماء أننا يجب أن نعتبر أنفسنا محظوظين لمشاهدة نظام حلقات زحل على الإطلاق، حيث يبدو أنه في منتصف عمره. ولكن إذا فكرت في الأمر بهذه الطريقة، أن الحلقات حول الكواكب كلها مؤقتة، فهناك احتمال أننا قد أضعنا للتو أنظمة الحلقات العملاقة لكوكب المشتري أو تلك الخاصة بأورانوس ونبتون. تحتوي هذه الكواكب على حلقات رفيعة فقط حولها هذه الأيام. لقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة ما إذا كان زحل قد تشكل مع حلقاته أم أن الكوكب قد اكتسبها في وقت لاحق من حياته، ويفضل البحث الجديد السيناريو الثاني، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يكون عمرها أكثر من 100 مليون سنة، في حين أن عمر زحل نفسه يبلغ حوالي 4.5 مليار سنة.
ما سبب ظهور الحلقات في المقام الأول؟ حسناً، هناك بعض النظريات تقترح إحداها أن الحلقات يمكن أن تكون قد تشكلت عندما اصطدمت أقمار جليدية صغيرة في مدار حول زحل، ربما لأن مداراتها قد أفسدت بسبب قوة الجاذبية من كويكب أو مذنب عابر. من يدري كيف سيبدو البشر في المستقبل؟ من غير المرجح أن نرى أي تغييرات كبيرة في حياتنا، ولكن دعونا نأخذ رحلة إلى المستقبل ونفكر فيما يمكن أن نتطور إليه. هل سنصبح سايبورغ مع كل أنواع الآلات الرائعة المزروعة؟ أو ربما سنصبح نوعا هجينا من الكائنات البيولوجية والاصطناعية؟ لفهم تطورنا المستقبلي علينا أن نلقي نظرة خاطفة على ماضينا. قبل مليون سنة لم يكن الإنسان العاقل موجودا أصلا، ومع ذلك كان هناك عدد قليل من الأنواع الأخرى المماثلة مثل إنسان النياندرتال. وبالتقدم سريعا إلى يومنا هذا أصبح البشر أطول وأكثر ثباتا. ربما في المستقبل سنصبح أصغر حجما للحفاظ على الطاقة، حيث من المتوقع أن يصبح كوكبنا أكثر ازدحاما. عند الحديث عن الكواكب المزدحمة، فإن العيش في هذه الظروف الجديدة يعني أنه يتعين علينا التكيف بسرعة. نحن نتفاعل باستمرار مع الكثير من الأشخاص، وأصبح تذكر الأسماء مهارة بالغة الأهمية. ولحسن الحظ قد تساعدنا التكنولوجيا في زراعة دماغ من شأنه تحسين ذاكرتنا. وفي المستقبل قد يكون لدينا أيضا تقنيات أكثر وضوحا كجزء من مظهرنا. تخيل أن لديك عينا صناعية مزودة بكاميرا يمكنها قراءة ترددات الضوء المختلفة، في حين أن التنبؤ بمليون سنة في المستقبل هو مجرد تكهنات، إلا أنه يمكننا استخدام المعلوماتية الحيوية لعمل بعض التنبؤات حول المستقبل القريب. تشير الاتجاهات الديموغرافية إلى أن المناطق الحضرية ستصبح أكثر تنوعاً وراثياً، بينما ستصبح المناطق الريفية أقل تنوعاً. وماذا عن الفضاء؟ إذا انتهى بنا الأمر إلى استعمار المريخ، فقد تتغير أجسادنا بسبب انخفاض الجاذبية. ربما ستكون لدينا أذرع وأرجل أطول، أو حتى شعر أجسام عازل مثل أبناء عمومتنا من إنسان النياندرتال. وفي المستقبل سيشهد قمرنا أيضا بعض التغييرات الدراماتيكية، سوف نفتقد هؤلاء أيضا. وفي غضون 5 مليارات سنة تقريبا ستصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقا في هذا الركن من الكون. في الوقت الحالي الشمس باردة في مرحلة تسلسلها الرئيسي، فقد تحرق الهيدروجين. في المستقبل خلال مرحلة العملاق الأحمر سوف تنتفخ الشمس مثل البالون حتى يصل غلافها الجوي ويبتلع الأرض والقمر الحبيبين. قمرنا الطبيعي الذي يتحرك بعيدا عن الأرض سوف يتشوه تحت تأثير الشمس، سيكون مداره متزعزعا تماما، وسينتهي به الأمر بالقرب من الأرض خلال مرحلة القمر الجديد مقارنة بفترة اكتمال القمر، وهذا ليس حتى الجزء الأسوأ. إذا ترك القمر بمفرده فسيستمر في التحرك بعيدا عن الأرض حتى يحتاج إلى ما يقرب من 50 يوما للدوران حولنا. ومع استمرار الشمس في رحلتها سوف يسحب غلافها الجوي القمر ويؤدي إلى اضمحلال مداره. في نهاية المطاف سوف يتمزق القمر إلى حلقة مذهلة من الحطام تدور حول الأرض. نحن نتحدث عن كل جباله وحفره وحتى آثار الأقدام والأعلام التي تركناها هناك، وكلها متناثرة في حقل الحطام. هناك احتمال أن تتخلص الشمس من كتلة كافية لتجنيب الأرض والقمر الإبادة الكاملة، أو إذا كنا محظوظين حقا ستفقد الشمس 20% من كتلتها وسنكون آمنين وسليمين. الأمر كله مجرد نظرية في الوقت الحالي، لأننا لم نشاهد نجما عملاقا أحمر خلال هذه المرحلة. وقد يصبح الكون نفسه مظلما تماما يوما ما أيضا، لا يستطيع العلماء التنبؤ به على وجه اليقين المطلق، ولكن يمكنهم تقديم بعض التخمينات المدروسة. في الوقت الحالي يبلغ عمر كوننا 13.77 مليار سنة، وما زال ينتج نجوما جديدة يمينا ويسارا. يقال إنه في نهاية المطاف بعد حوالي تريليون سنة سيولد النجم الأخير. سيكون هذا النجم الأخير عبارة عن رجل صغير قزم أحمر لا يمثل سوى جزء صغير من حجم كوكبنا. هذه النجوم هي الأبطال في العيش حياة طويلة، حيث تستهلك الهيدروجين ببطء للحفاظ على استمرار تفاعلاتها الاندماجية. لكن حتى هؤلاء لا يمكنهم الاستمرار إلى الأبد،
وبعد مرور حوالي 100 تريليون سنة سينطفئ الضوء الأخير. سيكون الكون مظلما وواحدا، ولكن لحسن الحظ لن نكون هنا لنشاهده يتلاشى.